البقاء لله انتقل إلى رحمة الله تعالى. خضير عبد الله خضير مبارك عن عمر يناهز 63، وانتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله رفاعي سعيد بن علي الراجحي عن عمر يناهز 63، انتقل إلى رحمة الله تعالى أسعد سعود عبد العزيز الرماح عن عمر يناهز 51 عاما، وانتقل إلى رحمة الله تعالى حمد أحمد صالح البصيري عن عمر يناهز 60 عاما، انتقل إلى رحمة الله تعالى يوسف عبد الله صالح الجطيلي عن عمر يناهز 54، وانتقل إلى رحمة الله تعالى علي خميس علي الحسن عن عمر يناهز 75. انتقلت إلى رحمة الله تعالى حبيبة فرتش صالح السهول عن عمر يناهز 66، وانتقلت إلى رحمة الله تعالى دغبوجة مرزوق قرين العازمي زوجة غشام مطلق العازمي عن عمر يناهز 71 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون.